يسر راديو صفا أن يقدم لكم هذه السلسلة الجديدة من البودكاست الحديث الثاني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس آلى على نفسه ألا يعذبهم بالنار فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور يحدثون الله والناس في الحساب رواه ابن حبان في صحيحه.